انطلقت اليوم المرحلة الثالثة من الندوات التوعوية بالجامعات المصرية والتي تنظمها مؤسسة حياة كريمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واستكمالاً للنجاح الذي حققته في جامعتي أسيوط وبورسعيد. وتستمر هذه الندوات في جامعات المنصورة ودمياط والأقصر والفيوم والسادات والمنوفية والعريش والوادي الجديد حتى 23 من أكتوبر الجاري تحت شعار تطوع واترك بصمتك. يأتي ذلك في إطار برنامج توعوي متكامل بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب. وتستهدف هذه الندوات التوعية بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري لشباب الجامعات وتعريفهم بالجهود التنموية المبذولة على الأرض.